قطعنا أكثر من نصف المشوار، الأهلي تخطى المواجهة الأولى والجولة الأولى في مواجهة تي في مازامبي في الكونغو، وتبقى مواجهة فاصلة إن شاء الله يكون لنا معاها معاد مع 50,000 من مشجعي النادي الأهلي في استاد القاهرة يوم الجمعة الجاية. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من السادسة، والتحية لكل الأهلاوية في بداية الحلقة. والحقيقة مكاسب مباراة امبارح، مش بتكلم على مستوى النتيجة، يعني هاجي للكلام على مستوى النتيجة، لكن بشوف ان الاهلي حقق مكاسب كتير جدا من مباراة امبارح. واحد طبعا اعتقد عودة الثقة، كلام كتير جدا اتقال في الفترة الأخيرة على الاهلي وعلى تراجع مستوى الفريق وعلى وجود او تأثير الغيابات بشكل مباشر. اتكلموا على انه فرص الاهلي في افريقيا السنة دي تختلف عن فرص تحقيق اللقب في السنوات قبل الأخيرة، او على الأقل وصول المباراة النهائية. الرهان كان على خروج الاهلي على ملعب مازيمبي، واحد من اصعب ملاعب القاره الافريقيه، ولنا كلام الحقيقه ولينا وقفه مع الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بمباراه نصف النهائي، مع العلم او مع انه من سوء الحظ انها تقريبا ماشيه بالتوازي مع بطوله دوري ابطال اوروبا. النقله كانت صعبه شويه، الناس وهي بتتفرج على ريال مدريد والسيتي، بايرن ميونخ والارسنال، بروسيا دورتموند واتلتيكو مدريد، بي اس جي وبرشلونه، لما تيجي تنقل على مباراه الاهلي ومازيمبي تحديدا، لا في فجوة كبيرة جدا، وعندنا وقفة ولينا فيها كلام. لكن خليني أرجع لمكاسب المباراة. نمرة واحد طبعا النتيجة اللي بشوفها، طبعا خلينا نتفق إنه منذ تم افتتاح ملعب مازيمبي في 2009 مفيش فريق مصري لعب هناك لم تتلقى شباكه أهداف، فالأهلي هو أول فريق مصري يخرج من الملعب ده صفر أهداف في شباكه. اتنين، معادلة رقم مانويل جوزيه، الأهلي بالتعادل امبارح مع مازيمبي وصل للرقم أو للمحطة رقم 19، وعادل رقم مانويل جوزيه بعدم الخسارة في أفريقيا لمدة 19 مباراة. مكسب إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة يحط مارسيل كولر ضمن قائمة المدربين العظماء. اتفق تختلف على إدارة المباراة، لكنه نجح الحقيقة بالخروج بنتيجة مش هقول عظيمة، مش هقول بتمثل طموحات الأهلوية، خصوصا أنه كان ممكن جدا وكان في الإمكان أفضل مما كان، لكنها في النهاية نتيجة جيدة، هي من حيث الترتيب الثالثة من وجهة نظري. كان الأفضل بالنسبة لي طبعا أنك تحقق تعادل إيجابي، يفرق معاك كتير جدا، وكان الأفضل والأفضل أنك تحقق فوز. لكن في النهاية أمام فريق عنيد وفي ملعب صعب وفي ظروف، سواء من ناحية الغيابات أو من ناحية حرارة الجو أو من ناحية أرضية الملعب، كلها الحقيقة تخلينا نقول الحمد لله ان احنا خرجنا بالنتيجه دي، وباذن الله قادرين على التاهل يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في القاهره. طيب اللي فاضل لنا ايه؟ اللي فاضل لنا بالتمام والكمال 270 دقيقه. باذن الله ان شاء الله اللي فاضل لنا 270 دقيقه، منهم 180 واهمهم ال 90 اللي جايين. لمين الكلام؟ لجمهور النادي الاهلي العظيم. أنا بشوف إن دور الجمهور في المرحلة المتبقية من البطولة، وخصوصا إن شاء الله بإذن الله في ماتش الجمعة اللي جاي اللي إن شاء الله هيكون حاضر بإذن الله فيه 50,000 مشجع أهلاوي، دورهم كبير جدا جدا. الفرقة راحة، الفرقة واخدة راحة لمدة يومين، بالتأكيد هيرجعوا يستعدوا بإذن الله ويكونوا في يعني في حالة كويسة، وإن شاء الله بإذن الله نأمل السكواد اللي ظهر في المباراة الحقيقة قدم من اللي عليه وزيادة. طبعا وأنت بتتفرج الأمور بالنسبة لك سهلة وبسيطة، لكن على ارض ملعب مازيمبي لا، القصه غير. يعني الظروف الحقيقه كانت صعبه جدا، وكلهم ابطال، ممكن يبقى في ناس كانت مستواها عالي جدا، ممكن في ناس ما كانتش موفقه، لكن ما فيش حد بخل على الفريق بمجهوده، والحقيقه رجعوا يعني بالمهمه زي ما عهدنا الحقيقه. ابطال النادي الاهلي حاضرين حتى في اصعب الظروف. ايه اللي يفرق سكواد الاهلي عن السكواد اللي هيواجه الجمعه اللي جايه مازيمبي؟ مفيش فروق كبير، واعتقد انه اغلب الظن، وانا هراجع مع حضراتكم في تفاصيل الحلقه النهارده موقف الاصابات، لكن في اغلب الظن بنسبه 95 ل 96% السكواد اللي لعب واللي قدم مباراه كبيره بالمناسبه قدام مازيمبي، منهم الحقيقه لعيبه كتير اجادت وقدمت مستوى حتى انت شخصيا ما كنتش متوقعه منهم. واعتقد انه اللي ممكن يخش في الحسابات اسم او اسمين، لكن ايه، خلينا هنتكلم في التفاصيل واحنا بنتكلم في الحلقه. عندي رسالتين الحقيقه، او هما مش رسالتين، هما علامتين استفهام كبار جدا. واحد، لائحه الاتحاد الافريقي الخاصه ببطوله الانديه الابطال تشامبيونز ليج افريقيا، اللي هي بدون نقاش وبدون جدال اهم واكبر بطوله افريقيه على مستوى الانديه.
وهي البطولة اللي بتدر دخل كبير جدا او يمكن الدخل الاكبر على مستوى اتحاد الكرة في الافريقي. طيب هرجع تاني للمقارنة، مش هقارن، يعني مش هقول لك الفرق بيننا وبين اوروبا عشان في طبعا مسافات ضوئية، لكن احنا في نسخ كتير جدا قبل كده اتكلمنا على أندية اكتر من نادي الحقيقة اضطر ان هو يلعب خارج ملعبه في بطولة دوري ابطال افريقيا لانه الملعب الخاص به غير مطابق للمواصفات، المواصفات اللي حطها الاتحاد الافريقي واللي حددها عشان الانديه تقدر تلعب مبارياتها في بطوله دوري الابطال على الملاعب بتاعتها. وبناء عليه انا عايز اسال الحقيقه الاتحاد الافريقي، ايه هي نوع المواصفات اللي تخلي مباراه دور قبل نهائي بين اثنين من اكبر انديه افريقيا، يعني لما تيجي تتكلم على مستوى الالقاب تتكلم على الاهلي دايما في صداره المشهد، تتكلم على 11 لقب افريقي، هو النادي هو نادي القرن الافريقي، هو النادي صاحب التصنيف رقم واحد على مستوى الانديه الافريقيه. لما تيجي تبص مين بعده هتلاقي فرقتين على مستوى الالقاب دوري الابطال، مازيمبي والزمالك، الاثنين كل واحد منهم عنده 5 القاب، فبالتالي طبيعي ان انا احط مازيمبي ضمن اكبر الانديه الافريقيه وافضل الانديه الافريقيه على مستوى الابطال. لما يكون عندي مباراه نص نهائي، مباراه قبل نهائي تجمع الاهلي ومازيمبي، ازاي تتلعب على ملعب ده؟ يعني وانا مش خبير لوائح وقوانين وانا مش حد من اصحاب القرار او اصحاب المسؤوليه، لكن انا بسال، مفترض يعني انه الامور دي الخاصه بلوائح اللي بتسمح للانديه بالمشاركه او باللعب على ملاعبها مرتبطه بالتاكيد طبعا نمره واحد ارضيه الملعب، نمره اثنين من النواحي الامنيه، نمره ثلاثه بالاضاءه، نمره اربعه بجوده النقل التلفزيوني والتصوير. تعالى ده مبدئيا يعني، وانا ما عنديش درايه الحقيقه بالمواصفات اللي حطها الاتحاد الافريقي، بس هي بالتاكيد ما تخرجش عن الاطار ده. طب خليني ارجع للموضوع ده، خليني اقول انه اتحاد الكره ارسل خطاب للنادي الاهلي ولنادي ام بي، ودي كان لينا واقفه معايا الحقيقه النهارده. النهارده كان بيتلعب دوري الجمهوريه او نهائي المباراه الفاصله اللي تحدد بطل دوري الجمهوريه ما بين الاهلي وام بي، وبعد المباراة كان الخطاب ده الموجه من الاتحاد المصري لكرة القدم لناديي الأهلي وإنبي طرفي اللقاء اللي كان هيحسم اللقاء والبطولة النهاردة. تحية طيبة، وبعد بانتهاء مباراة إنبي والأهلي مواليد 2003 والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 21/4/2024 بنتيجة 4-3 لصالح نادي إنبي وطبقا للائحة المسابقات، يعتبر النادي الأهلي هو الفائز بمسابقة الدوري العام لمواليد 2003، ولكن نظرا لتقدم نادي انبي باحتجاج يوم 16/4/2024 واحتجاج يتعلق بتزوير في اوراق رسميه مما يتطلب البحث فيها في عده جهات غير خاضعه لاتحاد الكره، وبناء عليه فاذا اصفرت نتيجه التحقيقات عكس ذلك فسيتم الاعلان عنه في حينه. رسميا الاهلي بطل الدوري، مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي الفوز والتتويج بلقب بطوله دوري الجمهوريه ل 2003، وان كان انا ليا وقفه في النواحي التنظيميه بصرف النظر طبعا عن احتفال الاهلي وجماهيره ببطوله وبلقب جديد ويضيفوا شباب الاهلي مواليد 2003 لدولاب بطولاتنا. هرجع بس اخلص معاكم قصه ملعب مازيمبي، وبالتالي مش محتاج تكون خبير عشان تقدر تعرف ان اي مواصفه او اي ضوابط هيحطها اتحاد كره القدم الافريقي او الاتحاد الافريقي لكره القدم للملاعب اللي هتستضيف البطوله بتشمل على الاقل من ضمن عناصرها العناصر دي، وهي يمكن تكون العناصر الاساسيه، ارضيه الملعب، النواحي الامنيه، جوده النقل والبث التلفزيوني والاضاءه. اللي احنا شفناه في ملعب مازيمبي امبارح ليه علاقه بده؟ يعني احنا شفنا جماهير كره تقريبا واقفه على حدود الملعب، شفنا ارضيه ملعب انتهت، يعني حتى لو هتلجا للنجيل الصناعي بتتكلم على النهارده في كتير من ملاعب اوروبا أجيال جديدة ومتطورة من النجيل الصناعي أشبه، وفي بعض الأوقات بيكون في دمج بين نوعين، نجيل صناعي ونجيل طبيعي، تخليك تأدي كرة قدم أفضل بكتير جدا من اللي احنا شفناها امبارح. على مستوى التصوير حدث ولا حرج، أنا ما شفتش تصوير في أفريقيا أسوأ من اللي احنا أو نقل تلفزيوني أسوأ من اللي احنا شفناه امبارح، على الرغم طبعا الاتحاد الافريقي رد على ده وقال انه كان في مشاكل في المعدات والافراج الجمركي والسلطات في الكونغو منع الدخول المعدات اللي هتقوم بتصوير المباراه. على مستوى الاضاءه مفيش اضاءه، وصعب جدا انك انت بتلعب في افريقيا النهارده الساعه 3 العصر
ازاي؟ وسؤال تاني حقيقي طبيعي ومنطقي وكان وارد جدا الحدوث امبارح. لو امبارح احتجت في لعبة ما او الحكم احتاج في لعبة ما انه يرجع للفار، هيعمل ايه؟ يعني ده احنا اللي بنتفرج على الماتش على الهوا مش عارفين نتفرج على الماتش، فالحكم هيشوف ازاي بقى من زوايا مختلفة وجودة صورة كويسة احنا تقريبا كاميرا واحدة اللي شغالة. يعني كان مع زميلي امبارح مخرج، طبعا مخرج كبير محمد يونس، كان بيتفرج معايا على الماتش، قال لي ايه ده، ايه زوايا التصوير، ايه ده الثلاث كاميرات اللي بيصوروا الماتش، ازاي يسمح اتحاد افريقيا بحاجه زي كده؟ دي مهزله بصرف النظر عن النتيجه. الحمد لله احنا بالنسبه لنا النتيجه مرضيه جدا، لكن ده هل انا بس اتحاد افريقيا، هل ده يليق في مباراه دور قبل نهائي بين اثنين من اكبر انديه الافريقيه؟ هل مطالب من الاهلي يلعب في الظروف دي؟ شيء حقيقه خارج نطاق العقل، يعني ما فيش حد عنده من المنطق او من الموضوعيه يقبل الحقيقه انه ده يحصل، ورغم كده كان المفروض علينا ان احنا نشوف الاهلي بيلعب في الاجواء دي. على كل الاحوال عبد القادر مكسب بياكد مره ثانيه على انه راجع وبقوه باذن الله، نراهن عليه فيما هو قادم. وسام ابو علي مكسب كبير جدا يبدا مباراه امبارح واثبت وجوده في المباراه، متولي عودته واكرم عودتهم الاثنين اعتقد هيكونوا اضافه مهمه جدا في وقت الاهلي محتاج فيه كل العناصر بتاعته، فبتهيألي في مكاسب كثيره جدا في مباراه امبارح. الاهم بقى هو اللي جاي، والرهان زي ما قلت لكم رهاني كبير جدا في ماتش الجمعه اللي جاي. انت الجمعه اللي جايه دي لو كسبت وصلت نهائي للمره الخامسه على التوالي، بصرف النظر عن هتقابل مين. انا اتفرجت امبارح بالمناسبه على الترجي وسان داونز، المباراه اللي انتهت بفوز الترجي بنتيجه 1-0. صحيح النتيجه ما تعكسش احداث وسير اللقاء، لكن ده معناه انه الفرص قائمه جدا للفرقتين، والفرقتين الحقيقه فرقتين محترمين على مستوى التاريخ، يعني على مستوى التواجد، على مستوى الحضور، على مستوى النتائج، على مستوى الالقاب. سان داونز والترجي فرقتين صعبين، لكن في النهايه مش موضوعنا ومش هنركز فيه، خلينا ننتظر بدايه الاهلي ومازيمبي يوم الجمعه اللي جاي، وده اللي هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. حلقه النهارده بشكل كبير، او مش بس النهارده، الاسبوع كله الحقيقه هندي كل الاهتمام والتركيز على مواجهه الاهلي ومازيمبي، المباراه ان شاء الله باذن الله اللي تكون بتحمل تذكره تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه او للجوله النهائيه في بطوله دوري الابطال. اخبار الاهلي النهارده، هنروح لفاصل ونرجع لكل التفاصيل. إحساس الأدرينالين وهو بيجري في عروقك، لما كل الأصوات تسكت وما تسمعش غير دقات قلبك، الزمن بيقف علشان تسبق وتلحق. أهلا بيكم في 7 Days to Beat، السرعة والجرأة الإثارة والمهارة، مهما كانت هوايتك كواليسها أكيد معاك، بنتابع كل رياضات العالم طول الوقت ومن اي مكان. انا عبد الرحمن ناجي في 7 Days Sport. 7 Days Sport الخميس الساعه 6 مساء على قناه الاهلي. الاهلاوي مش هيسيبنا. السما مليانه نجوم بس في نجوم منورة أكتر، نجوم بتلمع توريك الطريق، طريق عظمة مجد، كل نجمة وراها قصة، بطولة تحدي متعة منافسة لآخر. صنعته أبطال نجوم الأهلي، نجوم نادي القرن. نجوم الشياطين الحمر تنير سماء إفريقيا.
نبدأ بالتفاصيل وندخل في الأخبار في الأهلي نيوز روم. خليني أبدأ مع حضراتكم الأول بأخبار النادي الأهلي. مستر كولر قرر أنه بعد العودة، الفريق رجع طبعا بعد انتهاء المباراة، وصل تقريبا فجر اليوم، وبناء طبعا على رحلة السفر، رحلة بتتكلم رحلة سفر شاقة جدا، 7 ساعات، أجواء صعبة، خد لقاء قوي جدا، فمستر مارسيل كولر إدى راحة للفرقة لمدة 2 يومين، 48 ساعة راحة سلبية، بعدها يرجع الفريق إن شاء الله يبدأ الاستعداد لمباراة الجمعة اللي جاية يوم الثلاث، 3/4/5، ثم المواجهة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة على استاد القاهرة في وسط حضور 50,000 من مشجعي النادي الأهلي. وهرجع وهكرر انه رهاني كبير جدا على الدور اللي هتقوم بيه الجماهير في المباراه اللي جايه. طبعا دي لقطات من وصول البعثه اللي وصلت فجر اليوم. بيرسي تاو الحقيقه يمكن نسيت اسمه، لكن مش عايز اقول اسماء لان الحقيقه التيم كله كان بطل، يعني التيم كله كان بطل. عندنا شويه اخطاء يعني محتاجين نشتغل عليها، وخصوصا انه ال 270 دقيقه اللي لو قدر لينا ان احنا نلعبهم ان شاء الله لغايه لما باذن الله نتوج ويبقى اللقب ال 12 في تاريخ النادي الاهلي، هتلعب على تفاصيل التفاصيل، يعني مش عايز اقول لك ادق التفاصيل، يعني ممكن نقول انه 3-4 لمسات ممكن يخلصوا اللقب، زي امبارح ما في لمستين ثلاثه كان ممكن يخلصوا المباراه لصالح النادي الاهلي. او لا قدر الله ضد النادي الاهلي، لانه زي ما كان لينا في ماتش امبارح برده كان علينا، ودي حاجه من الحاجات اللي مستر مارسيل كولر اكيد طبعا هيدرسها وهيذاكرها وهيحاول يشتغل معاها على السكواد الموجود. يبقى هنرجع ان شاء الله يوم الثلاث، وبمناسبه ناس بتسال على الاصابات، الناس كلها بتسال على الاصابات. طيب خلينا نتفق على حاجه، انه حتى لو في اسماء مرشحه من قائمه المصابات وكلهم مهمين، يعني محدش يقدر يعتبر انه غياب محمد الشناوي، اليو ديانج، امام عاشور، ياسر ابراهيم، حسين الشحات مش مؤثر، اكيد طبعا مؤثر، تتكلم على قوه ضربه في كل خطوط النادي الاهلي، حراسه المرمى، خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم. ولكن في النهايه ورغم صعوبه لحق الاسماء دي كلها، يمكن القريب شويه قبل مباراه مازيمبي ممكن يكون مروان عطيه. والنهارده مفترض انه مروان عطيه هيخضع لكشف طبي يتحدد على اساسه امكانيه لحق مباراه العوده امام مازيمبي ولا لا. وخصوصا انك برضو حسيت كجمهور نادي الاهلي انه يعني في خط النص بالذات يمكن يكون هو اكتر الخطوط تاثرا، يعني خط دفاعك الى حد كبير جدا قدم مستوى عالي في المباراه دي. ودايما حط في اعتبارك الظروف اللي محطوط فيها الفريق. انا عارف انك دايما عايز تشوف الاهلي في افضل صوره، وعايز تشوف الاهلي دايما بيكسب، وعايز تشوف الاهلي حتى هو بيلعب بره مهما كان اسمه منافس، وده طبيعي، يعني الاهلي عود جمهوره على كده، ودي مكانه الاهلي اللي يستحقها. لكن في اوقات كتير جدا لازم تخش في اعتباراتك الظروف المباراه اللي ممكن تكون مأثره سلبيا بشكل كبير جدا على اللعيبه. الملعب قصه غير، الملعب غير شاشه التلفزيون. وفي النهايه اللعيبه ادت اللي عليها ورجعت بنتيجه ان شاء الله باذن الله تطمنا بشكل كبير. هل ده سهل مباراه العوده؟ اطلاقا. انا بشوف انه النتيجه دي صحيح النتيجه تعتبر ايجابيه، انك تتعادل وما تخسرش في الجوله الاولى في ملعب مازيمبي، شيء كويس جدا طبعا جدا. لكن في النهايه لما تيجي تحسبها حسب احتمالات، اقول لك ان المباراه اللي جايه مش سهله على الاطلاق، بالعكس الضعف عند مازيمبي هتكون كبيره جدا. فكره انه يحاول يلعب على فكره تسجيل هدف في النادي الاهلي دي هتصب في مصلحته بشكل كبير جدا. فبالتالي لا، المباراه اللي جايه مش سهله، واتمنى ان شاء الله باذن الله انه الاهلي يخلص فيها بدري، يعني تكون المبادره عندنا بالتسجيل، بحيث انه ما نسيبش خيار اخر او بديل اخر امام مازيمبي غير ان هو يفتح خطوطه وانه يحاول يعوض، لانه في الحاله دي هيكون ما عندوش حاجه يخسرها، وبالتالي هيلعب الكل في الكل. وهنا يجي دور مارسيل كولر والتكتيكال اللي هيحط المباراه، اللي هو طبعا ادرى مني ومنكم بيه، هو هيتحمل مسؤوليته بشكل كامل. لكن ان شاء الله النتيجه في النهايه ساعدتنا على ان فرصنا تكون كبيره جدا في مباراه العوده. وارد بقى يكون الترجي كسبان 1-0 يقدر يحافظ على التقدم اللي عمله في تونس، ويستنى المواجهة بريتوريا ومواجهة جنوب افريقيا يقدر يخطف، يصعب من مهمه سان داونز. وارد سان داونز وارد يخلص، وارد يخلص جدا، لانه الحقيقه امبارح يعني قدم جيم كبير جدا، والتوفيق ما كانش حليفه. خد بالك من فكره التوفيق والشخصيه، بطوله اوروبا السنه دي
ادي درس كبير جدا 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 لفكره البطوله اللي فيها خروج المغلوب. البطوله اللي حتى لما نكون بنتكلم على بطوله كبيره قوي بيشارك فيها كبار انديه العالم زي بطوله تشامبيونز ليج. يعني ما تيجي تقول مثلا الدوري الانجليزي في مقارنه الدوري الالماني مثلا على سبيل المثال، هل يصح انه الثلاث فرق الاقوى في الدوري الانجليزي السنه دي مين اللي بيصارع على اللقب البطوله؟ المان سيتي، ارسنال، ليفربول. ان كانت فرص مين فيهم اقرب يعني، لكن هم دول الثلاثه الكبار في بطوله البريمير ليج، اقوى بطولات الدوري على مستوى العالم. هل يصح انه الثلاثه يخرجوا من كل بطولات اوروبا، وانه بطوله زي بطوله الدوري الالماني اللي بالتاكيد بتيجي من حيث قوه المنافسه فيها ومن حيث قوه البطوله نفسها بعد الدوري الانجليزي يكون واصل منها فرقتين للدور قبل النهائي؟ نتكلم على بايرن ميونخ ونتكلم على بروسيا دورتموند. هل يعقل انه بطوله زي الدوري الفرنساوي ليج 1 تقدم لنا بي اس جي اللي يكون حاضر وبقوه في الدور قبل النهائي، ومفيش فريق من ايطاليا من الفرق الكبيره اللي بالتاكيد الكالشيو يفوق بطوله الدوري الفرنسي قوه ما يكونش حاضر؟ وارد وبقوه وحصل بالفعل. هل طبيعي انه السيتي يخرج قدام ريال مدريد؟ لا طبعا مش طبيعي. هل سيناريو المباراتين والمواجهتين يقولوا ان السيتي ما يستحقش يكون موجود على منصه التتويج مش في الدور قبل النهائي او الدور النهائي؟ بالحسابات كان المفروض يبقى هو بطل النسخه، لكن في النهايه اللي موجود هو الريال والسيتي ودع البطوله بدري بدري. عشان كده بقول ان كل مباراه ليها ظروفها وسيناريوهاتها، وفي النهايه الرهان دايما بيبقى على الخبره، على شخصيه البطل، على الفريق اللي عنده روح البطوله وبينافس بجد وعنده رغبه بجد في التتويج، لانه اي حاجه غير التتويج بتعتبر بالنسبه له اخفاق شديد. فرهاننا ان شاء الله الجمعه اللي جايه وباذن الله الاهلي يكون على الميعاد وتكون نجومنا جاهزه ان شاء الله لحسم بطاقه التاهل. اذا الاقرب زي ما قلت لكم هو مروان عطيه. هياخد على فحص النهارده طبي يتاكد على او يتحدد على اساسه هل ممكن يكون جاهز ولا لا. الاكيد هو ياسر ابراهيم ولكن بعد مباراه مازيمبي، اما باقي الاسماء كلها بتخضع للبرنامج التاهيلي او بتنفذ البرنامج التاهيلي على وعسى ان شاء الله تكون موجوده. احنا عندنا ماتشين يوم باذن الله، باذن الله طبعا لو تخطينا عقبه مازيمبي هيبقى مباراه النهائي او مباراتي النهائي دوري الابطال ان شاء الله باذن الله. حال وصول النادي الاهلي للمباراه او المواجهه النهائيه هيكون عندنا ماتشين 18 و25، اعتقد هيبقى في فتره كبيره جدا من الوقت عشان نجهز كتير من الاسماء اللي بالتاكيد لازم تكون حاضره قبل مواجهه المباراه النهائيه سواء ترجي او سان داونز. ده ان شاء الله ان شاء الله بعد ما نتخطى مباراه مازيمبي. سريعا جدا منتخب مصر، خليني اقول لكم انه الجهاز الفني للمنتخب بقياده كابتن حسام استقر على ميعاد 5 يونيو مباراه بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم. المنتخب بيتصدر مجموعته، افكركم مره ثانيه عندنا مباراتين بس في السنه دي 2024 صيف 2024 في تصفيات كاس العالم. المنتخب لعب ماتشين قبل كده قدر يجيب منهم 6 بونت، كنا كسبنا جيبوتي 6 وسيراليون اعتقد 2، وبالتالي في رصيد المنتخب المصري 6 نقاط حطوه في صداره المجموعه. المنافس الرئيسي بتاعنا اعتقد هيكون بوركينا فاسو اللي هنواجهها ان شاء الله زي ما قرر كابتن حسام يوم 5 يونيو. ومن يوم 28 مايو هيكون توقف للنشاط المحلي بسبب معسكر منتخب مصر. عندي كلام كتير، مش هننسى كلاسيكو النهارده طبعا ريال مدريد وبرشلونه، لكن للحديث بقيه في السادسه مع حضراتكم بعد الفاصل. يعني طبعا متوسط حضوري بالتاكيد، يعني اي رياضه في كره اي رياضه في العالم وخصوصا كره القدم بدون جماهير فاقده كتير جدا من متعتها. نتكلم على متوسطات كبيره جدا في الدوري الاسباني، مش هقارن، لكن حتى لو اتفتحت المدرجات للجماهير كم نادي عندنا يملك من القاعده الجماهيريه انه يملى المدرجات بشكل حتى يقرب من الارقام اللي احنا شفناها دي، على الرغم طبعا يعني انه على مستوى المنتخب وعلى مستوى مشاركات الاهلي في افريقيا وحتى الزمالك في بعض المباريات وشفنا الحقيقه تاثير وحضور الجماهير دايما بيكون ليه فعل السحر. في انتظار ال 50,000 اللي هينوروا ان شاء الله استاد القاهره في لقاء الجمعه اللي جاي. وخلونا نقف مع ماتش امبارح شويه قبل ما نتكلم على شكل وطبيعه المواجهه بين الاهلي ومازيمبي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. بيشرفنا واحد من نجوم النادي الاهلي النهارده كابتن احمد عبد الفتاح ضيف عليا في السادسه. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير ابو حميد، ومبسوط طبعا اني موجود معاك. شفت ماتش امبارح ازاي وشفت النتيجه اجمالا قبل ما ندخل في التفاصيل من وجهه نظرك؟ قبل ما نتكلم بعد اذنك في مباراه النادي الاهلي، عايز من خلالك او من خلال طبعا قناه بيتنا الكبير النادي الاهلي
عايز ابارك لبيت التاني بقى، انا موظف في بتروجيت، فعايز ابارك لبتروجيت الصعود للدوري الممتاز. مبروك يا كابتن احمد. طبعا بقى له كام سنه بتروجيت؟ اربع سنين في الدرجه الثانيه. فرق نادي محترم. ببارك للمهندس وليد لطفي، طلع لعيبه كتير في مجلس الاداره بتروجيت بصراحه. اكيد طبعا. لو اتكلمنا على في وقت من الاوقات احمد شعبان من اللعيبه الكويسين جدا. ومحمود عبد الحكيم ووليد سليمان. صحيح. ناس لا لعيبه كتير. محمد شعبان. لا لعيبه كتير جدا. فببارك لمجلس الاداره اللي هو جمال فوزي رئيس النادي. في مقاعد ثانيه حسمت تاهل الدوري لسه. في دلوقتي محل اعتقد النهارده محل بيلعب النهارده في منافسات حرس حدود. محل بيلعب رؤيه. في ماتشات جامده جدا. كله بيفكر دلوقتي في المركز الثاني واللي بيفكر في المركز الثالث اللي هو البطاقه اللي هي بتلعب تصفيات. ايوه. فبترجيت الحمد لله. بيقولوا يعني بمناسبه شيء بشيء يذكر، بيقولوا انه الدوري ده اختلف بشكله الجديد. طبعاً جمله وتفصيلا يعني. اكيد اكيد. دوري المحترفين كانت فكره هايله بصراحه. ايوه. رغم انها واجهت معارضه. انت عارف برضو بص، اصل في مشكله كبيره جدا. الانديه الجماهيريه زي المنصوره، زي انديه الاولمبي. في انديه ترسانه، انديه عريقه كبيره جدا مش موجوده في الدوري ده. اكيد طبعا ليها تاثير كبير جدا. لكن انا شايف الحمد لله بنبارك للترسانه. برضو ترسانه صعدت لدوري المحترفين اللي هو السنه الجايه اللي ممكن تخش ممتاز. والمنصوره برضو ممكن. احنا نتمنى طبعا انت عارف ان الدوري الممتاز كله يبقى انديه جماهيريه. يا ريت طبعا. طب انت لسه بتتكلم دلوقتي على موضوع الجماهير. ده حلم طبعا. نتمنى ان شاء الله كده. يعني انت بتتكلم على انديه في دوري اسباني مثلا كل 10 سنين او 15 سنه او 20 سنه لما تاخد بطوله ومع ذلك بتلاقي ليها شعبيه وليها جماهيريه، لما تلعب ماتشات على ملاعبها. انت عارف حتى ده بيأثر على مستوى البطوله. اكيد طبعا. ريال مدريد لما بيروح يلعب بلباو ولا اي فرقه زاراجوزا ولا على ملعبهم ومع حضور جماهيري بتلاقي الماتشات صعبه جدا وبالتالي قوه البطوله والمنافسه نفسها بيبقى ليها طعم. زي ما قلنا قبل كده، لعيب الكوره قدام الجمهور الموضوع بالنسبه له مختلف. بيبقى فيه ابداع، بيبقى فيه حد بيشجعه. غير لما بلعب في مباراه مثلا بحس ان انا في تمرين. أيوة. مش حد بيتفرج عليا، بحس برضو الموضوع. اللعيبه لما بتنده على بعض في الملعب الجمهور بيبقى سامع الصوت. بالظبط. لا فنتمنى ان شاء الله. احنا بنقول نتمنى ان شاء الله. انا كنت بتكلم على موضوع 50,000 متفرج. نتمنى ان شاء الله العدد يزيد من مباراه. انا حضرت ماتشات الاهلي في المنصوره، وماتشات الاهلي مع منتخب السويس، وماتشات الاهلي مع جمهوريه شبين، وماتشات الاهلي في المحله. ماتشات كل ماتشات الاهلي اللي بره ارضه كانت ماتشات صعبه جدا. أكيد. والحماس الجماهيري بيدي المباراه طعم تاني خالص. أكيد. على الرغم على فكره ان كل عناصر اللعبه ما كانتش في احسن صورها. يعني ما كانش عندنا الملاعب والارضيه اللي موجوده دلوقتي. ما كانش عندنا النقل التلفزيوني. ما كانش عندنا امكانيات الماديه والارقام المهوله. النهارده فكره الاقتصاد والصناعه ما كانش موجود، لكن الجماهير كانت موجوده. وده الشيء الوحيد اللي ان شاء الله المنظومه تكتمل بوجود الجمهور. ان شاء الله ان شاء الله. نرجع لمشوار الاهلي في افريقيا. كتير من الناس قبل الماتش ده كانت حاطه ايديها على قلبها. الاهلي نتائجه في الفتره الاخيره ما كانتش احسن حاجه. تحس انه اللعيبه مجهده. الغيابات كان معمول حسابها كانت من وجهه نظر الجمهور. كمان راح تقابل مازيمبي، واحد من اتقل الفرق الافريقيه، ومباراه خارج الارض. كل ده كان مخلي الناس شايفه ان المباراه صعبه. لا اكيد طبعا المباراه كانت صعبه قبل بدايه المباراه، ولكن شخصيه النادي الاهلي بتظهر في المباراه اللي زي دي. لعيبه النادي الاهلي بتظهر في المواقف اللي زي دي. لكن انا ما كانش عندي اي ادنى شك في اداء النادي الاهلي في المباراه زي دي، لان انا من وجهه نظري قيمت مباراه الزمالك واتكلمت في المباراه دي مع ناس اصحابي وبعض القنوات. الناس لا ما صدقوش الكلام اللي انا بقوله، بس انا بقوله من خلالك برضو كلام مهم جدا. مستر كولر لما بيجي يختار او بيجي عنده نظره استراتيجيه مباراه بثلاثة بونت ومباراه سيمي فاينل في افريقيا، طبعا اسم نادي الزمالك اسم كبير، لقاء قمه. لكن انا برضو عندي مشاكل في غيابات كبيره جدا. غياب امام عاشور، غياب مروان، غياب بيرسيتا، وغياب مجموعه كبيره من بيرسيتا والحمد لله رجع المباراه اللي فاتت. غياب مجموعه من اللعيبه مهمه جدا. الشحات ابراهيم. لعيبه كبيره جدا. فانا عندي مباراه نادي الزمالك، وعندي بعديها باربع ايام مباراه مهمه جدا هو السيمي فاينل. مش هتكلم على مباراه نادي الزمالك هو نادي الزمالك اللي هو الناس بتقول لا ده مباراه الزمالك مباراه بطوله. لا، هو في الاول والاخر لو مباراه البطوله الاهلي والزمالك على بطوله كان الموضوع مختلف. ايوه. لكن هو بيلعب المباراه عنده 3 بونت، لكن عينه للاختيار الاصعب او الاختيار ان هو لا لازم المباراه دي اكون انا كامل فيها ولعبت تكون في كامل لياقتها مباراه مازيمبي.
ففي بعض الاختيارات على الرغم من كل الاعتبارات اللي انت قلتها دي ولا انا متفق معاك فيها واغلب الجماهير ممكن تبقى متفقه في الكلام ده، لكن انا شايف ان الشوط الثاني اللي قدمه الاهلي قدام الزمالك واحد من افضل الاشواط اللي لعبها مارسيل كولر بالظبط، لما من بعد لما حسوا ان المباراه خلاص بتهرب منهم وانت خسران، جايز مكسبك للنادي الزمالك السنوات اللي فاتت كانت مطمنه اللعيبه ان انت بتكسب في اي وقت، لكن لما حسوا ان المباراه نتيجه 1-0 وادائك في المباراه الشوط الاولاني وحش جدا، لعيبه النادي الاهلي عندهم القدره ان هم يرجعوا مع بعضهم. والشوط الثاني انا كنت شايف النادي فعلا النادي الاهلي قدم مباراه على اعلى مستوى الشوط الثاني، وبعد الهدف التعادل احساسي ان لعيبه الزمالك نفسها يلا بقى عشان احنا نسيب الجول الثاني، لكن فعلا في اوقات بيبقى التوفيق جاي للفرقه على حساب فرقه، فده طبيعي جدا بيحصل في بعض الوقت، لكن الحمد لله قفلنا الصفحه دي بسرعه ودخلنا على مباراه مهمه جدا اللي هي مازيمبي. اللعيبه الحمد لله شخصيه النادي الاهلي ظهرت في المباراه دي، الجدعنه الرجوله، ظروف صعبه جدا طبعا. لو اتكلمنا فيها في غيابات في رطوبه في درجات حراره في الملعب، مواضيع كتيره جدا في المباراه، لكن لعيبه النادي الاهلي قد مباراه على اعلى مستوى الحمد لله. نتيجه انا شايفها مطمئنه شويه، لكن المباراه هنا هتبقى صعبه ان شاء الله. نقفل الصفحه دي ونبدا نذاكر، لان فعلا المباراه محتاجه مذاكره شويه. طيب خلينا قبل ما نيجي للي جاي عايز اقف معاك في كذا نقطه ليها علاقه بمباراه الذهاب. نمره واحد، التشكيل وطريقه اللعب. كنت متوقع او كنت مستني او ده كان الاقرب للطبيعي ان كولر يبدا بتشكيل مختلف عن هو التشكيل اللي بدا بيه، وطريقه لعب مختلفه شويه عن الطريقه اللي بدا بيها المباراه. رغم كده فوجئت ان كولر نزل ضاغط راهن على رضا سليم وسام ابو علي واحمد عبد القادر من البدايه، والاهلي يمكن في بدايه المباراه ما اداش فرصه حتى المازيمبي، ضغط عالي، الخطوره او صاحب المبادره كان النادي الاهلي، واضح ان كولر كان نازل بفكر هجومي اكتر منه بفكر فكره الامتصاص وان انا احافظ على وان انا ارجع زون في ملعبي واحاول ان انا اتفادى الضغط بتاع مازيمبي. لا بالعكس، شفت السيناريو بالنسبه لي انا كان مفاجاه، اتفاجئت بالاختيار والتشكيل والطريقه اللي بدا بيها كولر المباراه ولا لا؟ بص هو برده يعني لازم نديله العذر، الاختيارات عنده مش زي الاختيار لما تكون الفرقه كامله. لكن بنلاحظ احنا عندنا مشكله تملي في نص الملعب، تلاقي كل مباراه نص الملعب مختلف. يعني المباراه دي اكرم توفيق وكوكا وعمر السلاي الثلاثه اول مره لعبوا مع بعض. ماتش اللي قبليه نيدفيد وكان برضو كوكا وكان اكرم ما كانش موجود، فكل مباراه مشكله في نص الملعب، بالذات لعيبه نص الملعب دي كل ما يلعبوا مع بعض اكتر مع الجزء الامامي طبعا بيبقى في تفاهم، بيبقى في هرموني بينهم وبين الخط الامامي. وانت تحط الاسماء دي مع الثلاثي اللي في الهجوم رضا ووسام وعبد القادر هتلاقي نص الفرقه اول مره تقريبا بتلعب مع بعض. لكن زي ما بقول لك التركيز وهم عارفين عايزين ايه من المباراه. التوفيق هنا في اول هجمه، لكن ممكن لو كانت جت كان مباراه كره وسام طبعا لكن انت عارف في توفيق وفي عدم توفيق. أيوة. لكن هو قدم مباراه كويسه جدا وسام وخامه طيبه جدا طبعا. المباراه الاخرى بيزداد ثقه في كثير من الجمهور، يعني انا بتابع كده ردود الافعال، في كثير من الجمهور شايفينه من نجوم النادي الاهلي في المباراه بالظبط. لا هو بقى له فتره بصراحه وبالمباراه لسه كمان بياخد ثقه. أيوة. لسه بياخد على الجو ده يعتبر يعني متهيألي ما لعبش مباراه افريقيه. فالمباراة الافريقيه والجو الافريقي ده بالنسبه له صعب جدا. أيوة. كمباراه على ملعب مازيمبي بالشكل ده ويؤدي بالشكل ده لا يحسب ليه جدا جدا. فمثل الكره بصراحه يعني تركيزه يعني من 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 اكتر المباريات وانا بتفرج واحنا بنتفرج كلنا حاسين ان هو عايش معانا. مثلا اي اصابات بتحس ان التغيير جاهز، احمد عبد القادر بدا يتعب تحس ان عرض التغيير جاهز، وسام خلاص فعلا تحس ان هو فتحس ان انت ايه اول ما تيجي تفكر كده احمد عبد القادر خلاص تحس ان خلاص التغيير اتعمل. أيوة. فتحس ان هو ايه عايش مع الناس اقرب وعايش. اقرب نسخه لكولر مع الجمهور المباراه دي يعني يعني دايما دايما الجمهور مثلا يبقى يقول لك مثلا ليه مش فلان مكان فلان؟ صح. ليه بدات بفلان وما بداتش بفلان؟ ليه مؤخر التغيير اللي مش عارف ايه؟ كل التغييرات اتعملت. أيوة. اولا في التايم بين الشوطين عمل تغييرين مهمين جدا، وبسبب في تغييرات طبعا بسبب الاصابه، بس شفنا مثلا بيرسي تاو في نزول بيرسي تاو اداء النادي الاهلي اختلف تماما مع قفشه مع محمود متولي اللي احنا كنا مفتقدين لاعب بالشكل ده، ربنا يشفيه يا رب وربنا يعافيه. انا هاجي للعائدين بس حابب ابدا معلش يعني اذا كنت بتتكلم على لعيبه انه بالذات عبد القادر كان في كلام كتير جدا على السوشيال ميديا وللاسف في بعض برامج الاعلام
انه عبد القادر مش على وفاق، انه العلاقه بينه وبين كولر متوتره. امبارح كان في اكتر من لقطه الحقيقه، الماتش ده والماتش اللي قبله تاكد على انه يعني الراجل مقتنع جدا بعبد القادر، وان العلاقه بينهم طيبه كلها جدا. استنتاجات اول ما الاعلام او اول ما النقاد يشوفوا ان في لعيبه بيلعبش بقاله فتره يبدا قوي، لا ده خلاص ده الوفاق بينهم انتهى، ده خلاص هيمشي. لكن في انا كمدير فني، كل واحد مدير فني بيعرف نفسيه اللاعب ازاي، وعايزه اعلي مستوى اللاعب ازاي، اقرصه شويه، اخطفه شويه، اخطفه دي معناها بكره في كره القدم ابعده شويه عن الفرقه، اخليه يشد حلو شويه لغايه ما يبقى احس ان هو يستاهل ان هو يشترك بديله. فهو اكتر واحد عارف القصه دي. لكن طبعا كلها استنتاجات الناس بتقعد تفكر فيها، ده مش كلها بتبقى استنتاجات، في بعض الاوقات بتبقى فيها سوء نيه شويه. وارد بس انا بقول لك هي الكوره كده. انا كمدير فني ومعايا لعيب زي احمد عبد القادر، احمد عبد القادر ده من اللعيبه اللي ادائها مش موجود في لعيبه كتير في مصر. لعيب مهاري، لعيب سريع، لعيب بيعرف يوصل للجون. عنده مشكله شويه في انهاء الهجمه، بس هو دي محتاج شويه ثقه شويه، محتاج ان هو يكون طماع شويه على الجون. لكن هو اللعيب اللي بالشكل ده مش اي لعيب، مش اي مدرب يفرط فيه. بالعكس، طول ما هو جاهز وفت هيبقى رقم واحد في الملعب، لانه يفوق على ناس كتيره جدا بمهارته، ودي مش موجوده في لعيبه مصر كلها دلوقتي. اللعيب اللي بالمهاره بالشكل ده مش موجود في مصر كتير. فانا مبسوط طبعا انه رجع للفرقه، بيزود الفرقه. رجع طبعا في غيابات لعيبه برضو كبار زي حسين الشحات، طبعا اللعيبه طبعا اللي برضو ما تحس ان السلامه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بسرعه. ومعلوماتي انه الشحات بيتضر، فتره التعادل هو وامام ومروان. بصراحه الثلاثه لو اتكلمنا عن كل واحد فيهم دوره مهم جدا جدا. مروان دوره مهم جدا، مش عندنا اللعيب اللي بيلعب سته كتير. وهو بصراحه يعني مروان وديانج ديانج الاثنين مصابين. الاثنين مصابين، فتحس ان فعلا احنا محتاجين مروان، محتاجين المكان ده، لان عاملين فعلا مشكله كبيره جدا. امام من اللعيبه اللي عندهم رؤيه وبيعرف يوصل ناس المهاجمين، وكل اللعيبه اللي غايبه مؤثرين جدا. ياسر ابراهيم، ياسر الشناوي، ياسر وقت من الاوقات. والشناوي لو اتكلمنا طبعا عن الشناوي، الحمد لله برضو خلينا بقى برضو ندي شوبير حقه بصراحه. بقول لك الشناوي طبعا حارس المرمى الاول، بس شوبير احنا يعني مش عايز اقول كنا لازم نكتشف حارس مرمى بالقوه دي. الحمد لله ان احنا في اوقات الناس ما بتتعلمش غير بالتجربه. ما لازم، ده طبيعي، ده ربنا يعني ربنا اللي يعني ناجد. خد بالك ملف حراس المرمى في وجود الشناوي كان، شوف وانت عندك الحارس رقم واحد في افريقيا وحارس اول لمنتخب مصر وحارس ما فيش اتنين يختلفوا عليه، الزملكاويه قبل الاهلاويه طبعا. لكن حتى وانت بتتكلم في وجود الشناوي كان دايما ملف حراس المرمى صداع كبير جدا، وجزء من جماهير الاهلي عايزين نتعاقد وعايزين حارس مرمى مع الشناوي، رغم انه علي لطفي لما كان بيلعب كان هايل جدا، وكنا بنقول انه شوبير حارس المستقبل، برده ما كانش حد شاري الفكره دي. لكن لما الناس شافت قال لك شوبير ما شاء الله ما شاء الله، رقم عمل رقم هايل امبارح، ست مباريات بدون اهداف، دي حتى في دوري الابطال حطم رقم كابتنه اللي هو كابتن محمد الشناوي، خمس مباريات. فدي حاجه ولد لازم ندعمه، ولازم نبقى في ظهره، ولازم نديله ثقه. لان انا برده مصطفى مهما ما بيلعب وبيبقى كويس، بحس برده في لازمه الصياد للاخطاء. بحس ان الناس تقول لك او بتشكك فيه لسه. لا يا جماعه، لا بجد يعني مصطفى مش من الناس اللي خلاص احنا عرفنا ان عندنا حارس مرمى كبير. ومش ولد صغير كمان، 24 سنه، ما عندوش خبره، كمان شي موسم مع الاهلي، عندنا لسه ما شاء الله نطمن كده، ربنا يديله الصحه 10 15 سنه. ووراه على فكره حمزه علاء، ولد هايل، ومصطفى محلوف الحقيقه. هي بس الفرصه بتبقى عزيزه شويه في النادي الاهلي. حرس بصراحه، حرس النادي مرمى النادي الاهلي احنا مطمنين دلوقتي. باذن الله الشناوي يرجع ان شاء الله ويبقى في كامل الشفاء، وان شاء الله ونشوفه في الملاعب، مهم جدا. لكن الفرقه مش لعيب واحد، لازم يكون عندك لعيب وبديل، عشان لما بيحصل في مشكله، وانت شو عارف النادي الاهلي على طول الاصابات، لان دايما من اول الموسم كابتن احنا مبقصين على عدد البطولات اللي بياخدها النادي الاهلي، صعوبه المنافسه، قوه المنافسين اللي بيواجههم النادي الاهلي. فبالتالي دايما بنقول في مرحله ما كل لعيب هيبقى له دور، حتى اللي بيبقى زعلان انه قاعد على الدكه او عنده احساس انه لازم يبقى موجود اساسي. هتجيلك المهم لما تجيلك تبقى قدها وتبقى جاهز. اللي بيعجبني بقى في مستر كولر الحته دي، ان هو بيبقى مجهز الناس. يعني بص، احمد عبد القادر بقى له فتره بعيده قد ايه؟ ايوه،
بدا ياخد مباراه. في الثانيه مباراه الزمالك نزل هايل، المباراه اللي فاتت هايل. في ناس بعيد بتبقى بعيده فترات طويله، تيجي المباراه محتاج ماتش واثنين وثلاثه عشان ايه يبدا يخش يقول لك ايه ده حاجه من احمد عبد القادر. هرجع برضو بالذاكره شويه، كهربا ساعه مشكلته ما كان موقوف وبدا يتمرن ولعب مباراه الاهلي والزمالك، ادى مباراه على اعلى مستوى مع انه كان بقاله فتره طويله جدا موقوف. فاللي بيعجبني في مستر كولر الحته دي بصراحه، اللعيبه كلها بدنيا جاهزين. نسينا نغمه لا ده مش جاهز ده محتاج بعض الماتشات، لا اللي بيلعب ولا ما بيلعبش، لا لما بتجيله فرصه دي تحسب لكولر. طبعا يعني متولي مثلا امبارح ما شاء الله لما نزل متولي واكرم، ايه وأكرم تقييمك ليهم؟ يعني فكره العائدون متولي لعيب كره مفيش طبعاً يعني هو باد لك طبعا يعني حظ وحش كثرة الإصابات أو تكرارها لكن في النهاية هو كلاعب كرة واحد من أفضل لاعبي الكرة في مصر. أكرم الحقيقة برضو الجرينتا اللي عنده والروح اللي هي روح الفانيلا الحمراء بكل ما تحمله، هو الكلمة من معاني برضو واحد من اللعيبة اللي ما يختلفش عليهم اثنين. تقييمك ليهم وتقييمك لتوظيف كولر ليهم في الماتش بتاع امبارح. هرجع في النقطة كنت لسه بكلمك فيها من شوية، إن المدرب بيعرف يوصل كل لعيب لفورمته. في واحد بالكلام، في واحد ان انا اقرص ودنه، في واحد ان انا اقعده شويه. اكرم برضو بعد نزوله في مباراه انبي والمباراه رجع التعادل وهو راح رمى كلمتين مثل الكوره كده ان في لعيبه نزلت كانت بتلعب لنفسها، دي كانت ارصت ودن لاكرم خليته لما يجي لعب لا كان مركز وكان عنده روح وعنده لا انا لازم اغير الصوره دي. فدي ده التعامل الحلو قوي من المدرب، زي المدرب. عايز اقف مع اكرم تحديدا عشان اتكلم على 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 طريقه تفكير يعني لا وهحاول اكون في مكان اللاعب نفسه. خد بالك انه اكرم بدايه مشواره نص ملعب، عارف لعب بكرات شويه، نجاحه وتالقه ونجوميته وحجز مكانه الاساسي في المنتخب قبل الاهلي بعد الاهلي كان باك يمين. فكره انك انت لما تيجي ترجعه بعد الفتره دي كلها في نص الملعب تاني، هو ممكن يستقبلها ازاي؟ بص اصل اكرم اللي بيلعب في نص الملعب وفي تجارب كتيره لو فكرنا في احمد فتحي. احمد فتحي كان بيلعب نص ملعب وبعدين لعب باك رايت وكان افضل كل نجاحاته هو باك رايت. صحيح. لكن انا هتلاقيه هو بيتمرن طول عمره يعني ايه؟ يعني طول عمره هو يعني في البيت انا بقعد على الكرسي ده. فخلاص قعدت على الكنبه دي شويه لكن خلاص قعدتي هقعد، لكن لما ارجع في مكاني كنت اتعودت. انا نجاحي وتالقي واشاده الكل بيا كانت في هو باك رايت. باك رايت. فبالتالي هل مثلا انا بحاول يعني افهم هل يلا نبدا المشوار من اول وجديد يعني ناخد السلم من اوله كل واحد هو بيحسبها انا عايز ابقى موجود في الملعب، وخصوصا كمان معلش ان المنافسه في نص الملعب اصعب بكتير جدا من المنافسه كباك رايت، ان الفرصه في نص الملعب ملعب النادي الاهلي في وجود الكم الكبير جدا اسماء وخبرات وامكانيات اصعب بكتير جدا من لا انا بقى كاكرم انا خلاص انا اديت المدير الفني الحلول، انا بلعب في الحته دي وفي الحته دي خلاص انا مش بتاعتي بقى، هو اللي هيشوف عنده مشكله في المكان ده هيلعبني في المكان ده. انا بقول اكرم على سبيل المثال لان ممكن يكون في اكتر من لعيب كده هكلمك مثلا على قفشه. ايوه قفشه طول عمره بيلعب في حته رقم في حته 10 دي في طريقه 4-2-3-1. مثلا كولر دلوقتي لغى القصه دي خالص، ما بلاش نلعب الطريقه دي خالص، بنلعب 4-3-3. قفشه في وقت من الاوقات ما كانش بيلعب خالص، ما كانش ليه وجود. ليه؟ لان طريقه 4-3-3 دي بالذات في الملاعب خارج في افريقيا بالذات لازم يلعب 4-3-3 دي من درات سته وثمانيتين دور دفاعي وليهم ادوار دفاعي ودورهم. اشتغل على نفسه في الحته دي قوي وشايفه من الموسم اللي فات اشتغل في 8 دي عمل مباراه على اعلى مستوى. اتقال لا قفشه دلوقتي بيهاجم ويدافع، لان المشكله الاول كان بيتقال على قفشه لا ده بيهاجم بس رقم 10 ده بقى الكوره في رجليه كويس لكن الكوره مش معاه بيبقى بعيد. لا لكن قفشه دلوقتي فعلا لما بينزل او ما بيبتدي بيشتغل الحته دي كويس قوي. انا لازم برضو يعني شيء بشيء يذكر قفشه كجمهور، يعني لو ليا انا اتكلم على لسان الجمهور، قفشه اللعيب الوحيد اللي لما بيبقى بره الخط واحس انه الجيم مش ماشي في مصلحتنا قوي او انه الاهلي مش مسيطر قوي لانه بحس ان نزول قفشه
هو اللي الكوره بتبقى اللي بيصنع الفارق يعني طبعا. يعني ايقاع اللعب بيبقى تحت السيطره، الاهلي هو اللي قادر يفرض اسلوبه، الاهلي هو اللي بيلعب كوره على الارض، الاهلي قادر يعمل كي باسز او انت كل انت اتكلمت دلوقتي في ايه؟ كل حاجه والكوره معاك. ايوه انا كمدير فني مش بختار او في وقت من الاوقات مش بحسب الكوره معايا بس، بحسب ان انا عندي انا كجمهور انا كجمهور عايز الكوره معايا على طول. انا عايز الكوره معايا على طول، لكن انا كمدير فني عشان كده في ناس كتير اتظلمت في المواضيع دي. ايوه والكوره معاهم في رجليهم. يعني مثلا على في جيلنا كان وليد صلاح الدين طبعا ليه وليد ليه كنتش بيلعب؟ يقول لك لا لعيب وليد كان بينزل ربع ساعه ونص ساعه، لان وليد والكوره معاه حكايه وروايه. ما حدش ويغير رتم المباراه. ده التغيير اللي كان المدرج يجبر الجهاز الفني انه يعمله بالظبط. يعني ده وليد ينزل يبقى وليد عشان ينزل. الكوره بتبقى في رجليك وبيعرف يتصرف الكوره كويس، بيعرف يغير. خد بالك يا كابتن احمد، اقول لك على حاجه. يعني انت شفت ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد طبعا صح؟ الجمهور عايز ايه؟ يعني خلينا نتفق، جمهور الكوره سيبك من الجمهور اللي بيشجع ومنتمي وهو ما تفرقش معاه الرياضه اللي بتتفرج على المتعه دي. يعني في جمهور بيشجع الاهلي، فالاهلي بيلعب باسكت بيشجع الاهلي، الاهلي بيلعب طايره لا بيشجع الاهلي، الاهلي بيلعب هاند بول اي رياضه هو بيشجع الاهلي بصرف. لكن اللي بيعشق كره القدم بيبقى مستني الفريق بس يكسب. يعني ايه اللي ممتع بالنسبه لك كجمهور؟ انسى اسم السيتي وانسى اسم الريال، اللي انت عايز تشوفه في ال 90 دقيقه في الملعب هي كره السيتي ولا كره ريال مدريد؟ لو انا مش منتمي لنادي لا كره السيتي طبعا صح، كره يعني كره برشلونه في وقت من الاوقات لا كنت بتتفرج على مسرح. كنت بتتفرج على فيلم سينمائي ممتع، كره في رجل كل واحد لا بيعملوا حاجه في الكوره غريبه جدا. هي دي مدرسه الاهلي يعني مش بيقولوا كل فريق ليه شخصيه، هو الاهلي طول عمره ممتع. لكن برضه في فتره من الفترات ما كنش مش فتره فترات، ده احنا في فترات كتير جدا ما كناش بنبقى نازلين مستنيين الاهلي يكسب. احنا كنا بنقول الاهلي هيكسب كام و90 دقيقه بقى متعه النهارده، تريكا وبركات وخطيب وابو تريكا وحسام وابراهيم ووليد اجيال واجيال، ما ننساش حد يعني، وحسام غالي وخالد بيبو وسيد عبد الحفيظ. لكن انا بقول لك في وقت من الاوقات ساعات مش كل الماتشات بتنزل عايز تكسب وتلعب ممتع. لا ما كانش على ماتش مازيمبي. لا انا فاهم ماتش مازيمبي ظروف ثانيه طبعا، في ظروف برضو حتى تانية، في ظروف. يعني احنا مثلا بنتكلم على فرقه النادي الاهلي دلوقتي، اللعيبه مش في كامل لياقتها، في اجهاد كبير جدا كل ثلاث ايام مباراه. هو كمان مستر كولر مش عارف يعمل الروتيشن المريح بالنسبه له. عشان اعمل روتيشن بالنسبه لي لازم يكون عندي في كل مكان اثنين لعيبه، لكن دلوقتي انا عندي مشكله في بعض المراكز في واحد خط النص وثلاثة. بالذات هو يمكن اكتر خط فيه كده مشاكل. خط الظهر احنا دلوقتي يعني رامي ومنعم اجباري، مش محتاج اجباري. ياسر متعور وحمد متولي هو بدا يخش. عايز برضو من خلالك اتكلم في نقطه مهمه جدا، نقطه سلبيه جدا في دفاع النادي الاهلي بصراحه يعني، ورجعتها واتكلمت فيها مع نفسي وشفتها في مباراه انبي، ان احنا الكرات العرضيه احنا وحشين قوي فيها قوي الكرات. وامبارح شفناها كمان في ماتش مازيمبي، الكره الهدف اللي ممكن اللي لعبها طلع في السكس يارد بيلعب بدماغه ما فيش حد بينط معاه. لا في حاجات معينه ما تنفعش، ما دي بيجي التوفيق بيخليك تخسر مباراه في الماتش ده. صحيح. حصل في ماتش انبي كسبان 2-1 والمباراه ماشيه عادي جدا، كورنر حصلت في ماتش الزمالك اوت رامي التماس وكورنر ماتش المقاولين. انت عارف مين اللي كان ماسك في ماتش المقاولين؟ مين اللي جاب الجون؟ وسام. ما حدش بيتكلم، ما حدش بياخد بالحاجات دي. انا بقى يعني بركز، انا عارف ان في العارضه القريبه تملي بياخدها المهاجم الطويل. مودس لما بيلعب بيشتغل في الحته دي كويس قوي، بيطلع الناس اللي بيشتغلوا في التدريب بياخدوا بالهم الحته دي. هو وسام اللي كسل ينط مع الراجل جون. الكوره ثابته لازم الفتره الجايه، لان دلوقتي الكوره الماتشات اللي بتعقرب ما بتخلصش غير الكوره ثابته. لا حقيقي، واحنا العرضيات يمكن هي الصداع اللي في راس مستر كولر. يعني امبارح برضو زي ما احنا اخفقنا في تسجيل واستغلال الفرص، الكوره بتاعت وسام هم بالظبط كده في واحده لازم واحده او اثنين او ثلاثه كمان. لازم رامي وعبد المنعم يشتغلوا عليه كويس قوي، ياسر ابراهيم. مش هقول مش عيب ان احنا نفكر، خد بالك رامي كمان ومنعم، يعني يمكن الديو ده الاسمين دول مع بعض
انا عارف ان كل لعيبه الاهلي مجهده، بس الاسمين دول كمان شايلين شايلين بيعمل روتيشن مع الفرقه كلها منتخب و... واهلي يعني هما الاثنين اساسيين منتخب، هما الاثنين اساسيين اهلي، اللعيبه كلها معلول ممكن يريح ماتش ياخد كريم ديبيس، هاني رايح ماتش ياخد عمر كمال، الاثنين دول هيغير هيلعب مين؟ هيلعب وممكن يلعب محمد هاني يلعب في الحته دي. طب انت عندك المكان هتاخد من حته عشان تبوظ حته؟ لا، ما هو هي دي مشكله برضو. طب اقول لك، عشان اعمل الروتيشن المظبوط لازم يكون عندي في كل مركز لعيب اتنين لعيبه على الاقل على الاقل. فهو مش عارف يشتغل على الحته دي، بيحاول في الحته اللي قدام شويه، مثلا حسين بيلعبش، بيلعب طاهر محمد طاهر شويه، احمد عبد القادر عنده عدد وافر شويه في الايه، في المراكز الثانيه الجناح. معلول ما بيلعبش، لعب عمر كمال عبد الواحد شويه، كريم دبيس خدمة شويه ناحيه اليمين، محمد هاني، اكرم توفيق، عمر كمال. فعنده الاختيارات، لكن حته المساكين لا مفيش. طب مشكله كبيره جدا. طيب عايز قبل ما اقول السيناريو الافضل بالنسبه لك في المواجهه اللي جايه، عايزك تقرا لي فرقه مازيمبي ازاي شفت الفريق. وانا يمكن يعني حتى في تحلياتنا لفرقه مازيمبي قبل الماتش الاسبوع اللي فات وفرقتنا لعناصر الفريق، قلنا انه مش هو مازيمبي اللي كان وحش من خمس سنين، بيعملوا فرقه جديده. لكن في النهايه برضو انا شفت فريق عنده شخصيه، عنده رغبه، قدر يوصل، قدر يهدد. جوله اولى خرج من ملعبه بنتيجه مش في مصلحته قوي، ولو ان انت لما تيجي تبص لها من وجهه نظر ثانيه تلاقي انه التعادل الايجابي او الفوز النتيجتين يصبوا في مصلحه مازيمبي، في حين انه الاهلي فرص هو تحقيق الفوز بس. ازاي شفت او قريت الفريق وطريقه لعبه وعناصر الخطوره فيه، وتوقعك ورهانك على السيناريو اللي ممكن يكون جاي بيه القاهره يقابل بيه الاهلي في ملعبه؟ لا، هو كتيم زي ما بقول لك، هم بيقولوا ان هم في مرحله تكوين فريق قوي يرجع ينافس تاني، يرجع تاني. أيوه. عندهم طموح وعندهم رغبه ان هم يرجعوا بسرعه. هم تيم بيلعبوا كوره كويسه، لكن الملعب بيفيدهم كتير جدا. الملعب بيفيدهم جدا جدا. هو الطبيعي انك لما تبقى متعود تلعب على انجيل صناعي، خلاص اتعودت. انا هقول لك، ما انا هحكي لك على انا فاهم طبعا، وتلعب على انجيل طبيعي مش ده يحسن من مستواك يعني بالنسبه للاعبي الكوره؟ لا لا لا، لا. هو مش هو مستواه يبقى هو لكن في حاجه. اصل انا عشرت القصه دي، كنت مدرب في الانتاج الحربي سنه 2009 2010، كنا اول سنه صعود الدوري الممتاز، كان اول ملعب استاد نجيل صناعي في مصر ملعب الانتاج الحربي. كان استاد روعه، استاد الانتاج الحربي اللي هو دلوقتي نجيل طبيعي، تمام. بس اول ما اتعمل نجيل صناعي. عايز اقول لك ان في مصر ما كانش في حاجه اسمها نجيل صناعي خالص. كنا بنغرق الملعب شويه ميه كده، ونيجي نتفرج على الفرقه اللي بتلعبنا، جت لعبنا وهم بتسخن، اللعيبه مش عارف توقف الكوره. بناخد يعني مثلا اللعيب اللي هو بيسخن بيبدا اول 30 دقيقه مش هو خالص. ايوه، سرعه الكوره مختلفه، بيقعد ما يتعود. أيوه. بنكون احنا مخلصين الماتش، سنس الكوره في حته ثانيه، احنا بنكون مخلصين الماتش. لكن التعود على الملعب، خلاص انا اتعودت. الخصم لكن لما على تطلع انت بقى اللي بتلعب على ملعب نجيل صناعي طبيعي، نص ماتشات الموسم تطلع على تلعب على نجيل طبيعي، ده يعلي منك ولا ممكن يعلي مني؟ يعلي ممكن يعلي مني، مش هتختلف. أيوه. بس ممكن برضو سرعه الكوره تختلف معايا شويه، لان انا أيوه. برضو متعود على الكره السريعه. الكره السريعه للكره بتجري بسرعه، ناس كتير لاحظت كمان بسرعة. انه امبارح كان في ميس باس كتير جدا، وكان في عدم قدره انك انت تعمل كنترول على الكره بسهوله. انا عارف، انت عارف انا لسه جاي من ليبيا، كنت بشتغل في الدوري الليبي. الملاعب الليبيه كلها انجيل صناعي، كلها انجيل صناعي، صعبه جدا، حاجه صعبه جدا، موضوع بالنسبه للاعيبه مهلكه جدا. ايوه، انك انت تتمرن طول السنه على ملعب انجيل صناعي ده مضر جدا للاعب كره القدم. هو هيجي على هنا، لا بالنسبه له صوت القاهره متعه. ايوه، كما ارضيه ملعب، هو من الناس شكلهم من الناس اللي بتلعب كوره، بتلعب كوره، هم فرقه هتتعبنا. لكن الرغبه هنا بقى، وشخصيه النادي الاهلي على ملعبك، وطموحك ان شاء الله باذن الله المكسب يوصلك المباراه النهائيه ان شاء الله، يعني هنا تختلف الدوافع. هم عندهم دوافع وانت عندك دوافع. مين بقى اللي هيبقى جاهز في المباراه دي؟ اتمنى ان شاء الله تكون عدد كبير جدا من لعيبتنا في فورمتها في اليوم ده. اختيار طبعا الجهاز الفني للعيبه يكون اختيار طبعا، برضو المدير الفني برضو زي لاعب الكوره زي الحكم بيبقى موفق
او مش موفق في بعض الاختيارات، ده وارد جدا. انا ببقى عامل كمدير فني عندي عامل سيناريو معين، الناس مش اللي بتتفرج مش 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 فاهمه السيناريو اللي انا بفكر فيه، فبلاعب حد معين يطلع شكل وحش او 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 يبقى وحش في المباراه، فالناس تقول لك بص هو لاعب مين، طب اللاعب ده لو كان انا اخترته وكان كويس طبعا هتشكره في الاختيار. طبعا صح مظبوط، فده اللي والعكس بيحصل الصحيح. اتمنى التوفيق للعيبه عشان لما كل معظم اللعيبه اكتر لعيبه موفقه يبقى اللعيبه كلها اليوم ده يبقى يومنا ونقدم مباراه كويسه ان شاء الله. واتمنى طبعا في وجود بعض الاختيارات، اتمنى انا كاحمد نفسي مثلا بيرستاوي يكون موجود من بدايه من البدايه، نفسي كهربا يكون بادئ من المباراه. كهربا بيرستاوي على حساب رضا سليم، يعني هتغير في الاسماء ولا هتغير كمان في البوزيشن؟ لا نفس البوزيشن، يعني بيرستاوي اشتغل الجنب اليمين، احمد عبد القادر، كهربا مهاجم، نفسي في نص الملعب. ما تبتديش بوسام، لا انا ابتدي بكهربا. كهربا عشان كهربا وسام لعب عمل مجهود كبير جدا المباراه دي والمباراه اللي قبل نادي الزمالك، ها فلعب ماتشين تقال في خمس ايام. كهربا ما لعبش، فنشاط كهربا يبقى اكتر، هاخد دوافع كهربا اكتر. كهربا من اللعيبه اللي ده ممكن تستفيد كمدرب تستفزها، واخد شحنه كامله فمستني بالظبط كده، فانا عايز العب عشان اهدف، فهتاخد منه حاجه كويسه. طبعا نص ملعب محير بالنسبه لك؟ طبعا متهيألي يا رب ان شاء الله، ان شاء الله كوكا بالنسبه لي مهم جدا، يا رب ان شاء الله تكون جاهز باذن الله السوليه باذن الله ان شاء الله. ودلوقتي خلاص لو اكرم تلعب بثلاثه برضه؟ لا لازم تلعب بنفس الطريقه خلاص. اكرم باذن الله، وخط الضهر طبعا معلول وهاني ومحمد عبد المنعم ورامي، يعني الله يكون في عونهم بصراحه، استهلكوا بس يعني ان شاء الله كده اللعيبه تجهز ونبدا نريحهم شويه شويه. لو بتلعب انك انت تامن، واعتقد انه السيناريو الاسهل والافضل اللي انت هتراهن عليه انك انت تسجل الاول. لازم طبعا، يعني فكره انك انت بس يعني انا محتاج الشوط الاولاني، يعني يا رب ان شاء الله تكون النتيجه 2-0 طبعا. لو اتنين هي بدايه حد الامان، يعني اتنين بدايه حد الامان، الفرقه دي اولا ما تامنش في الكور الثابته، كمان عندهم اطوال يا رب يطلعوا كويس من دماغهم، هم ما عندهمش الهداف بس وارد جدا ان هم ما كانش يومهم ده وفي توفيق يحصل في المباراه. أيوه. فوارد جدا، لكن هم وصلوا. جهاز التوفيق كان معانا مصطفى الشوبير في بعض الكور، يعني في واحده من الكور خلاص ده في واحده في ضربه جزاء شاطها في صدره، في واحده ضربه جزاء خلاص ده يعني الراجل لوحده جوه الصندوق. وارد جدا يعملها كده مصطفى، يعمل كده تخش يعني. أيوه. وارد صح. جدا التوفيق، وما تقدرش تلوم مصطفى لو دخلت خالص. فاحنا الناس كاتبه كومنت يعني على الانقاذ ده، على الكره دي تحديدا، انقاذ اسطوري لمصطفى الشوبير. طبعا طبعا ده عدى كده زي ما بيقولوا زي السكينه في الجاتوه. أيه. بقى قدامه كلنا، لقينا مره واحده قدام مصطفى شوبير واحنا مستنيين. الحمد لله التصوير وحش، احنا مش شفناش اصلا الكوره راحت فين ولا ده. لسه نتكلم في موضوع التصوير ده بصراحه حاجه سيئه. احنا ما اتفرجناش على المباراه. ايوه احنا ما اتفرجناش على المباراه. انا طبعا علقنا على ده طول المباراه، عمال ابص هي الكوره فين. صحيح. طيب خليني قبل ما اكلمك على ازاي استغل الاهلي الاخطاء الدفاعيه، اعتقد انه في اوقات كتير جدا اتكشف انه خط ظهر او خط دفاع مازيمبي هو اضعف خطوطه الحقيقه، وانه الوصول لمرمى مازيمبي حتى على ملعبه الصعب والظروف الصعبه اللي اتكلمنا عليها ليس بمستحيل. ازاي الاهلي يستغل ده في مباراه العوده يوم الجمعه؟ بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد عبد الفتاح. وانا في الفصل كنت يمكن بتكلم او بفتح الموضوع اللي هفتحه مع كابتن احمد بعد الفصل ومع حضراتكم طبعا، وفكره سلاح التصويبات من الخارج، وده سلاح غالبا الفرق الكبيره دايما بتحتاج له وبتلجا له في مواجهات صعبه عنيفه، وكان ممكن يكون من المفاتيح، لان ملعب ماتش امبارح او ارضيه ماتش امبارح تسهل بشكل كبير جدا من قدرتك على استغلال التصويب عن بعد، لانه طبيعه الارضيه او النجيله بتسرع دايما من الكره، وده بيصعب على الحارس بشكل كبير استقبالها. وده يمكن كانت واحده من الملاحظات، ليه الاهلي ما بيستغلش الجزئيه دي مع مستر مارسيل كولر؟ وهل دي مسؤوليه مدير فني توجيه لعيبته ان هم يلجأوا لإصلاح التصويبات، ولا هل هي أكتر شخصية لاعب، ولا هل هو سيناريو بيتفرد أثناء أحداث المباراة، إنه لو لاعب لقى نفسه قريب محدش ضاغط عليه، المسافة قريبة يقدر يشوط، أو بتبقى أكتر تعليمات وتوجيهات من جهاز فني يا كابتن أحمد؟ بص، أول حاجة المدير الفني أو الجهاز الفني لازم خلال الأسبوع لازم يكون في جزء تصويب.
فمفيش مدير فني بيشتغل ها وحاطط بيشتغل كده بيحط كراسته كده قدامه بيحط لازم جزء من التمرين. مش بتكلم كل يوم لان دي مثلا مره في الاسبوع ايوه يعني تصويب لازم. انا بشوف في بعض الاوقات في فرق في اوروبا بيتمرنوا على التصويب من مسافات بعيده في جول بتاع هاندبول بالظبط مش جول كره قدم وفي بعض الاوقات الجول الكبير ده بيبقى مقفول ومحطوط فيه دواير معينه رنجات كده عشان يمرنوا اللعيبه على دقه التصويب. بص دي برضو التصويب بالذات دي مهاره زي مهاره اللي بيلعب براسه كويس مهاره زي اللي بيروغ كويس. فالتصويب دي مش في كل لاعب التصويب دي بتبقى عند ناس معينه. دي حاجه بيكتشفها المدرب ولا حاجه اللعيب نفسه ولا اللعيب الاول هو اللي بيثبتها للمدرب؟ اللعيب بيثبتها لان في لعيب بتبقى عنده الحته دي اول ما بيمسك الكره مثلا وهي بالذات موجوده في لعيب نص الملعب اول ما الكره بتتعدل يعدل الكره ويروح شايط. دي عندنا موجوده في مصر في مين او في النادي الاهلي مين؟ السوليه وامام عاشور وقفشه بالظبط بصراحه قفشه البليسنج بتاعه مصر كلها بقى لو فكرت مش لو اتفرجت على كده الدوري المصري هتلاقي احراز الاهداف عن طريق تصويب قليل جدا قليل جدا. هتيجي تقول لا ده الجهاز الفني ولا لا مش الجهاز الفني هو برضو اللعيبه نفسها فين الشخصيه اللي تحمل مسؤوليه ان انا اول ما الكره تتعدي يكون في فرصه اشوط مره اغلط حطها مره في السماء مره جنب العارضه. هي محتاجه اولا جراه محتاجه تمرين برضو يا كابتن ده اكيد يعني انا بقولك يعني التمرين أنا نقطه التمرين احنا خلصنا منها ان هو اي مدرب انا بيشتغل. معاك في اللي انت بتقوله بس انا هقول لك مثلا كده وانا مغمض ديانج في الاهلي شويط عمرو السوليه شويط امام عاشور شويط مروان عطيه شويط حمد مجدي قفشه شويط يعني كوكا اظن انه لو جرب نفسه رجليه حلوه على الجون انا بقول لك يعني دي بتبقى رغبه في اللاعب او هو اللاعب لكن لما اجي اشوف عدد تصويبات الاهلي في السيزون قليل جدا مش في ماتش في سيزون الاقي قليل جدا يبقى دي رغبه لاعب لكن انا متاكد كمدير فني او مدرب لا بيشتغل معاهم وبيتكلم معاهم في النقط دي كتير لان زي ما كنا بنتكلم في الفاصل بنقول اي فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي بتعمل تكتل تكتل دفاعي صحيح احنا كشغالين في الـ في الـ في, الـ في الكوره وبنشغل تدريبات هنلاعب فرقه مثلا بتعمل تكتل يا جماعه طب احنا عندنا عشان نضرب التكتل ده عندنا جزئين الجزء الاولاني يا اما كرات عرضيه يا اما الجزء الثاني بيبقى فيه على 18 يا اما الجزء الثاني اول ما الكره هتتعادل لحد قدام ال 18 يفكر في التصويب على طول. هي دي النقطتين اللي بيكسبوا اي تكتل فدي مفروض تبقى عند لعيبه نص الملعب النادي الاهلي كلهم لازم مع التدريب ممكن مع الكلام الكتير مع اللعيبه بشكل حتى فردي كابتن سامي قمصان مثلا قبل المباراه ياخد لعيب كده خلي بالك فكر في التصويب كتير الجون ده عنده مشكله في كذا الكره بتقع من جون الحارس احنا بنعمل كده ساعات لازم تكون طماع شويه الكره معدوله مش معدوله شويه شوت مش مشكله اغلط مش مشكله لكن التصويب نفسه مسؤوليه لانك انا بتحمل مسؤوليه ان اللعيبه وهم بيشتغلوا كده ولسه في بدايه هجمه اروح عادل الكره مثلا وشايط ساعات اللعيبه بتتضايق اللي تلعب معايا مثلا واحد بيتحرك واحد لكن دي مسؤوليه لكن دي مهمه جدا جدا لازم فكره انك انت تكون مسؤول انه قدام زمايلك في الملعب انك بتضيع مجهودهم في هجمه لكن عادي جدا لازم قاطع لك مثلا ولازم مجازفه ولازم مجازفه لازم عشان اجيب جول لازم مجازفه لازم افكر في التصويب لازم اكون اناني شويه في الحته دي عشان الكره زمان كان في اللعب في النادي الاهلي اول ما الكره تتعادل كان مجدي عبد الغني، كان خالد جدا الله، لو قلت اسامي كتير جدا يعني اول ما بتتعدل اول ما بتتعدل سمير كمونه هادي خشبه اول ما بتتعدل هشام حنفي مدفعجي برضه بالظبط كده يعني فدلوقتي ما فيش موجوده خالص اتمنى ان شاء الله النقطه دي الجهاز الفني حتى كابتن سامي يتكلم مع لعيبه وهم نازلين المباراه يفكرهم يذكرهم ده احنا بنعمل احنا في التسخين بالتسخين اخر حاجه في التسخين بنعملها التصويب. طب احنا بنعمل التصويب ليه؟ بنكمل التسخين وخلاص لا عشان اول فرصه للاعب يشوط تجيله في الملعب ما يتعورش فدي بتتعمل في التسخين المباراه فبتعملها ليه عشان اغلب الاصابات في العضلات بتيجي نتيجه انه ورد لان التصويب لان التصويب عضله كبير جدا بالظبط ممكن او سبرنت طبعا بالظبط. طب عايز اروح للناحيه الثانيه معاك سريعا شفت تابعت ماتش الترجي وسان داونز شفت النص ساعه في الشوط الاولاني وشفت الهدف يعني لكن قبل الهدف سان داونز ضيع جاب هدف بس اتحسب اوفسايد كان اوفسايد المباراه طبعا
على ملعب الترجي اكيد موضوع مختلف تماما. انت عارف سان داونز على ملعبه موضوع فرقه مختلفه تماما وهيبقى مباراه صعبه جدا ولا مختلفه ولا حاجه. ما هم كانوا تعادلوا مع الوداد واحتفلوا بالوصول للنهائي وراحوا خرجوا على ملعبهم. ما انت عشان كانوا متعادلين في الوداد صح وتعادلوا هناك. هم لما بيتغلبوا تلاقي التركيز بتاعهم بيقل شويه. هم لعيبه كوره. اتمنى ان شاء الله انا كاختياري كمثلا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي لو وصلنا باذن الله النهائي ان شاء الله هيوصل ان شاء الله. تقول لي اختار الترجي ولا تختار سان داونز؟ هقول لك دي لها مميزات ودي لها مميزات ودي لها عيوب ودي لها عيوب. حاجه برده اختيار صعب. الترجي برده اسم كبير والكره التونسيه صعبه جدا والملاعب رادس احنا موفقين عليه لكن برضه. وسان داونز طبعا فرقه كبيره بس انا شايف ان سان داونز هو اي فرقه تلعبها في النهائي كابتن وعندها فرص 50-50 انها تتوج بالبطوله اكيد هتطلع اشرس ما عندها واصعب ما عندها ده ما فيش شك فيه وخصوصا انه فرقتين بتتكلم على فرقتين كبار بالظبط بالظبط كده. فان شاء الله باذن الله نوصل. لكن مين الاقرب من وجهه نظرك؟ سان داونز. سان داونز اقرب للنهائي. ومواجهه الاهلي وسان داونز بالنسبه لك ان شاء الله حل تخطينا عقبه مازيمبي تبقى اسهل ولا اصعب؟ لا مباراه صعبه جدا جدا صعبة جدا جدا, جداً. بس هتحسبها بقى على حسب المباراه الاولى تبقى فين ايوه والمباراه الثانيه تبقى فين. هو طبعا ان شاء الله طبعا كل التركيز على ماتش الجمعه اللي جاي لانه الكلام عن المباراه النهائيه لسه بدري قوي. بس هو الفكره كمان انه انت بتتكلم في ماتشين 18 و25 يعني بتتكلم في اقل من شهر بتكون خلاص النهارده هتكون بتلعب لو تخطيط مازيمبي ان شاء الله هتكون بتلعب برده مباراه نهائيه وده بالتاكيد فرصه انك انت تصحح تيم الاوضاع. بس ما انت برده إن عندك مؤجلات كتيره جدا هتلعب حوالي 4-5 ماتشات مؤجلات ربنا يستر في الاصابات من اللعيبه الفتره دي ان شاء الله يعني إن شاء الله في لعيبه بترجع لكن في لعيبه يعني ربنا يستر على اللعيبه ربنا يسترها عليهم يعني. ان شاء الله ويحافظ عليهم ويرجعوا لنا بالسلامه لانه اعتقد انه برده قوه ضربه لا يستهان بيها ان شاء الله. انت شفت هو ثلاثه هم كانوا متعورين ما بيلعبوش امبارح برده خد كوكا واكرم توفيق برده تعوروا يعني فما تعرفش ان كل مباراه فربنا يسترها حسابات هي ان شاء الله باذن الله خير. خليني اختم معاك بكلاسيكو الارض النهارده ريال مدريد برشلونه. انت الاول كاتالوني ولا مدريدي؟ انا كنت كاتالوني بقى وايام ميسي و بطلت خلاص ما بقتش اتفرج عليهم ولا بسرعه فرقه مختلفه تماما يعني ايوه كان الواحد بيحط رجل على رجل ده ويلا بقى عايزين نتمتع بس مش عايزين بتفكر المكسب ده كان خلاص ضامنينه عايزين نتمتع لكن لسه كلاسيكو الارض بالنسبه لك ولا لا بالنسبه لي لا لا دلوقتي مانشستر سيتي بقى فرقه مع فرقه مع اي حد صحيح رغم كده خرجوا من هو كلاسيكو الارض دلوقتي مانشستر سيتي وريال مدريد بصراحه مانشستر سيتي وريال مدريد مش عملوا ايه في ريال مدريد اللي هي اقوى فرقه في العالم كانوا بيلعبوهم في تلت ملعبهم بس كده بس في الاخر مين اللي كسب سبحان الله يعني التوفيق هنا راح لمين سبحان الله مش التوفيق. كل الفرق مش كل الفرق الكويسه بتكسب انا فاهم طبعا مش كل الفرق ده جزء على فكره ده جزء من متعه كره القدم مش كل الفرق الكويسه يعني في رياضه ثانيه الفرق الافضل غالبا هي اللي بتفوز ما انا بقول لك مش لا مش كل الفرق الكويسه تاخد كاس العالم قليله جدا ما بتحصلش تلاقي فرقه كويسه جدا كاس العالم انت راح تتفرج ده لا ده اللي هياخد كاس العالم تلاقي خرج من الدور الاولاني سبحان الله هي كرة كده ايوه لا فيها جزء توفيق كبير جدا يعني وفيها جزء شخصيه برضه اكيد طبعا اكيد يعني فيها أكيد جزء شخصيه والتوفيق بيروح للمجتهد. مين الاقرب بالنسبه لك في بايرن ميونخ وريال مدريد وبي اس جي وبروسيا دورتموند؟ ريال مدريد هيلعب فاينل ريال مدريد هيلعب فاينل هو يعني كتير شايفين انه ريال مدريد طريقه اصبح لا هو موفق موفق انا الفرقه يعني انا ما بحبهاش بصراحه ولا انا بحبها برضه لكن عندهم اعتذار للريال وعشاقه لان هم كتير انا عارف لا يعني لا بس لا 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 فرقه محظوظه مش هقول محظوظه يعني لا لا فرقه موفقه بس هرجع اقول لك الموفق بيروح التوفيق بيروح للمجتهد. لو انت بتختار مدير فني لتولي مسؤوليه نادي تختار كاركتر او تختار مدير فني جوارديولا ولا تختار كارلو انشيلوتي؟ لا الاثنين بصراحه عباقرة. بس مين هتختار واحد منهم انت من مدرسه ايه؟ مدرسه المتعه جوارديولا. جوارديولا لكن لو عايز المكسب بقى بدون متعه ما هو قال لك اللي عايز يروح يستمتع يروح يخش السينما جلوله وقال ايه خش السينما لكن الراجل فكر في المكسب وخد بالك التاريخ بس عايز اقول لك حاجه هو بيقول كده بس هو عشان هو من جواه عارف ان هو طبع. كان ممكن عادي يخسر في اي لحظه طبعا بشكرك يا كابتن احمد نورتنا وشرفتنا لقاءنا اللي جاي ان شاء الله باذن الله يكون بعد تجاوز الجوله اللي جايه في بطوله دوري الابطال نتمنى التوفيق لرجالتنا مع بعض ولحظه بلحظه هنتابع معاكم اخبار النادي الاهلي يوم بيوم وساعه بساعه ونحاول نحط كده عينينا
على السيناريو المنتظر ان شاء الله. وباكد زي ما بدات الحلقه بختم مره ثانيه انه احنا منتظرين دور جماهير النادي الاهلي ان شاء الله في الملعب، اللي واثق وبدون شك انها هيكون ليها دور كبير جدا. التذاكر تقريبا تعتبر يعني تعتبر نفذت تقريبا، بنتكلم على 50,000 حضور جماهيري، اكيد هيقوموا بدور كبير جدا في مواجهه مازيمبي، وكل التوفيق للاهلي ان شاء الله. انت خطفتني ما لحقتش ابارك طبعا لكابتن سيد عيد المدير الفني لبتروجيت، ببارك له بقول له الف مبروك، مجلس الاداره اللي هو جمال فوزي، كابتن اباظه نائب رئيس النادي، احمد كابتن مهندس احمد فوزي مشرف مع الكوره، صراحه عملوا حاجه رائعه السنه دي، مبروك ليهم وشكرا مره ثانيه يا كابتن. وتشوفوا بتروجيت السنه الجايه ان شاء الله كده في الدوري الممتاز. شكرا جزيلا كابتن احمد على وجوده معانا، وشكرا ليكم على المتابعه، تحياتي ليكم، وبكره حلقه جديده ان شاء الله من السادسه.